إيه قاعدة النهاردة للفهم عن الله؟ خمس بشريات، خمس بشريات في ليلة القدر. ثواب ليلة القدر خمس أشياء، بس أنا هسميهم بشريات حتى لو مكتوبين ثواب. مغفرة الذنوب، وعتق الرقاب، وإجابة الدعاء، وكنوز الحسنات، وبركة العمر كله. هي دي قاعدة النهاردة يا جماعة، اكتبها قدامك عشان تبقى فاكرها النهاردة. دي خاصة بالنهاردة بس، أو بخاصة بليالي القدر بس. خمس بشريات لك عند الله. مغفرة الذنوب من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إيمانا أنا عايز أرضيك يا رب، واحتسابا أنا يا رب عايز الثواب وعايز رضاك. غفر له ما تقدم من ذنبه، كل اللي فاتت مسح خلاص. أنت ما غلطتش قبل كده، صفحة بيضة. لا بس أنا كان عندي ذنوب جديدة، ما حصلش. أنت زي الصفحة البيضة دي، أنت خلاص صحيفة، صحيفتك بقت كده. الحسنات زي ما هي، دي صحيفة السيئات اللي بقت كده، لكن الحسنات مكتوبة زي ما هي. أنت بقيت كده، أنت نقي. يبقى واحد مغفرة الذنوب، كل اللي فاتت مسح، بس بشرط إيمانا واحتسابا. إحساس، الإحسان، الإحساس هو الإحسان. مش واقف كده طالع ونازل وتقول حضرت ليلة القدر. ركز ركز، خفف أكلك، ما تقعدش تتفرج على التلفزيون، ده مش وقته، ده مش وقته. ركز مع الله، ما تضيعش مودك في خناقة مع أي حد، أنت مع الله. ركز عشان الإحساس يجي. خمس بشريات في ليلة القدر. واحد مغفرة الذنوب، اتنين عتق الرقاب، ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة. فإذا كانت ليلة القدر أعتق الله بمقدار ما أعتق طول الشهر. خلاص، كأن عتق الرقاب كأن رقبة كان فيها سلسلة ورايح على النار. تك، اقطع، فك السلسلة، انت مش داخل النار. مبروك، انت من اهل الجنة. لو كتبك الليلة دي معتوق من النار فانت من اهل الجنة. تخيل يا حبيبة، يا ملائكتي اكتبوا حبيبة تعتق ليلة 25 رمضان، يا ملائكتي حبيبة من اهل الجنة. يا ملائكتي زكريا يعتق هو وامه ليلة 25 رمضان، زكريا وامه من اهل الجنة. يا نهار أبيض، عتق من النار. العربي الأصيل لو عنده عبد وقال له اذهب أنت حر، ممكن يرجع في كلامه؟ لا. فما بالك رب العالمين، لو اعتقت الليلة أنت مش داخل النار. طب افرض عملت ذنوب بعد رمضان، طبعا هتعمل ذنوب لأن احنا بشر، لكن تتقي ربنا وتتوب بسرعة، تستغفر بسرعة، أو يخلي حسناتك غلب سيئاتك، يخلي خيرك غلب شرك، يبقى موفقك لصحبة صالحة، يبقى موفقك لمشروع تشتغل فيه للخير فتاخد فيه، أو لإرضاء الله فتاخد فيه ثواب كبير، يوفقك للإحسان في حياتك، يفتح قلبك، يشرح صدرك، يبعدك عن صحبة سيئة. لو أعتقك الليلة دي، واحد مغفرة الذنوب، اتنين العتق من النار، تلاتة إجابة الدعاء. دي ليلة إجابة. اسجد وابكي وادعي وتذلل، تذلل، افتقر قوي. أسرع باب تدخل بيه على الله التذلل إليه قبل ما تدعي. طرقت الأبواب إلى الله، الجنيدي بيقول، فوجدتها ملأة. ناس كتير واقفة على باب الصلاة، على باب الصيام، على باب الصدقة، فطرقت باب الذل فوجدته فارغا، محدش رايح. فاكرين دعاء الراجل؟ اللهم أعزنا بالافتقار إليك ولا تذلنا بالاستغناء عنك. تذلل قوي، روح له قوي، روح له بمسكنتك، روح له بضعفك يمدك بقوته، روح له بفقرك يمدك بغناه، روحي له بذلك يمدك بعزه. الافتقار إلى الله قمة العز، قمة السمو. تواضع قوي بين يديه، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. روح له قوي وادعي، وأول ما تحس بلحظة خشوع وتذلل موت نفسك دعاء. ولو جات لك حاجة مضايقاك في اليومين دول يا عبيط ما تزعلش، ده بيقول لك تعالى ادعي بتذلل، أصلك مش عارف تجيب التذلل، هوجعك شوية عشان تعرف تدعي بتذلل، عشان أنا عايزك الليلة دي. فما تزعلش، ما تزعلش لو في ابتلاء اليومين دول، موت نفسك دعاء، موت نفسك دعاء بين يديه. دي ليالي إجابة الدعاء. يا قل له يا قوي من للضعيف إلا أنت، قل له يا عزيز من للذليل إلا أنت، قل له يا غني من للفقير إلا أنت. عبد الله بن عمر يقول أنا أعلم متى يستجاب دعائي. قال له بتعرف إزاي؟ قال إذا خشع القلب وتذللت الجوارح أقول هذه ساعة إجابة فأبالغ في الدعاء. خمس بشريات في ليلة القدر.
مغفرة الذنوب وعتق الرقاب وإجابة الدعاء لقاعدة النهاردة 4 وكنوز الحسنات. ليلة القدر خير من 1000 شهر. خذوا حسنات، اكبش اكبش